ويا راوتر زين فايت جديد، خليك ستايل. اتمتع بأحدث تكنولوجيا وأسرع جهاز إنترنت بشاشة تقدر تشوف فيها استخدامك وتتحكم بالجهاز بكل سهولة، وياها هدية الشهر إنترنت مفتوح، يعني هسه الإنترنت وياك بكل مكان وزمان. كل هذا بنفس السعر 57,000 دينار. يلا اشتري موديل زين فايل أحدث في الأسواق وتميز بين أصحابك وشاركهم متعة الإنترنت الأسرع في العراق. وهذا صابون دورو ناتورال أوليف للحمام، تقدم لكم تجربة لا مثيل لها في الاستحمام، حقا لا مثيل لها. في كل استحمام ستحصلون على متعة نعومة زيت الزيتون. صابون دورو ناتورال أوليف للحمام، أكبر متعة طبيعية للاستحمام. صابون دورو ناتورال أوليف للحمام، المتعة الحقيقية للاستحمام. لا تفكر بالوقت، لأن الوقت صار إلك. 27 دقيقة إلك وثلاثة إلنا. هسه اشتري خط على مودك وراح تحصل ويا زينة على 27 دقيقة بلاش بعد الدقيقة الثالثة من كل مكالمة. العرض متوفر أسبوعياً بألف دينار. للاشتراك ارسل 9 إلى 20 90، وشهرياً ب3,000 دينار. للاشتراك ارسل 10 إلى 20 90. بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة، يوم جديد، مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا أن يعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، ما شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رشا. أهلا أزل، تحية طيبة لكل متابعي الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مواضيع جديدة راح نتابعها بعد الفاصل. البداية التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة. اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة بهالمعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك، تويتر، اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين. نشر الكهربائية اليومية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية، البث المباشر على صفحة الشرقية على الفيسبوك. المشوار راح يبدي من اخبار اهل المدينه. واليوم رئاسه الوزراء صوتت على شمول الاجور اليوميه واصحاب الاجور اليوميه على التثبيت على الملاك الدائم. ان شاء الله يعني يكون خبر خير، لكن مو لكل الدوائر وانما فقط الدوائر الخدميه اللي هي الاعمار والاسكان، البلديات الاشغال العامه او البلديات والاشغال العامه، هاي هم اللي مشمولين فقط ب التثبيت على الملاك الدائم. نتمنى انه يعني يتم السير بهذا القانون طالما هناك تصويت من مجلس الوزراء واحنا محتاجين لهذه الدوائر الخدميه. طبعا هناك الكثير من التعليقات اجت انه قالت وزاره الكهرباء، وزاره النفط، وزاره الوزارات البقيه. احنا نتامل خيرا، قد تكون هذه دفعه اولى او الخبر الى تكمله ان شاء الله بالايام الجايه. بس مبدئياً أنه أكو خطوة نحو الأمام، أنه هناك تثبيت. صار فترة طويلة ما متثبتين، صار فترة طويلة هم فقط أجور يومية وأجورهم كلش ضعيفة. نتمنى أنه هذه تكون بداية خير على الجميع، على كل أصحاب الأجور اليومية، وبالتالي يتم تثبيتهم بأسرع وقت ممكن. وإحنا أول بأول أي خبر يخص الأجور اليومية راح يكون في أهل المدينة، وإحنا نبشركم إن شاء الله بالخير. طيب
طيب نروح إلى موضوع آخر، إلى الجانب الأيمن في الموصل، المعاناة الإنسانية اللي يعانيها المواطنين في الموصل، الانهيار، وضع صعب، منهار، نفاذ المواد الغذائية، الناس ما عندهم أكل ياكلوا، كل اللي كان عندهم خلص النفذ، فدا يطالبون ويناشدون لأنهم مساعدات توصلهم حتى لو عن طريق الطائرات، لأن وضعهم كلش صعب، كل السبل انقطعت أمامهم، آلاف من النساء والكبار بالسن والأطفال دا يموتون، حتى الحشيش قاموا ياكلون، وصلوا إلى مرحلة قاموا ياكلون الحشيش لأن ما كل أي شيء قدامهم، فيا ريت أن المنظمات الإنسانية والمعنيين يوصلونهم هذا الإغاثة أو يساعدوهم على هذا الجوع، دا يموتون بسبب الجوع. أصعب موضوع نحكي به في أهل المدينة هو موضوع النازحين وموضوع اللي بقوا في الجانب الأيمن اللي حالياً هم محاصرين من قبل داعش اللي من الممكن أن يستخدمهم كدروع بشرية، ومن تعرفون القصف والحرب، وهذه الحرب بها خسائر تكون كبيرة. نتأمل خيراً أنه أقل من 3 أسابيع يتمه، لأنه إحنا وعدونا الحكومة والجيش وعد أنه قبل رمضان سيتم تحرير الموصل، لكن إحنا نعيش في مأساة كبيرة حقيقية. موضوع الجانب الأيمن يحتاج إلى وقفة جادة، هناك مطالبات من قبل النواب عن محافظة نينوى بإرسال على الأقل التمر لأنه لا يتلف ويرمى من قبل الطائرات حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناس. أنا ما أعرف ليش إحنا ما يعني هذه الخطوة سهلة ومن الممكن إنه واحد يقوم بها، لكن للأسف هناك يعني تباطؤ بهذه العملية، هناك عدم اهتمام بهذه العملية. نتمنى أن يكون هناك من يسمع هذا النداء اللي هو اجى من قبل الناشطين، من قبل المتابعين، من قبل من يستطيع أن يتواصل مع الجانب الأيمن. نتمنى أن يكون هناك مبادرة من قبل رئاسة الوزراء تنطي أمر للطائرات بإرسال التمر على الأقل وحليب الأطفال وبعض الأدوية اللي ممكن أنه واحد يرميها من الطائرات. هذا مطلب يمكن شعبي، مطلب جماهيري، مطلب من كل الناس. إنسانيا لازم نوقف مع أهلنا. إحنا نعرف أنه جاي يصير حتى مو بس كدروع بشرية يستخدموهم، أكو اختفاء قصر، إحنا سمعنا يوم أمس هناك أشياء غريبة عجيبة جاي يصير، داعش جاي يستخدم أساليب خبيثة، لذلك الناس ما تقدر تطلع، يمكن حتى من بيوتها تخاف تطلع. نتمنى أن يكون هناك نسمع خبر اليوم قبل باكر أنه يتم إنقاذ الناس ولو عن طريق رمي الأكل، مثل ما قلنا التمر كونه يعني لا يخرب، حتى يتم إنقاذ الناس الموجودين في الجانب الأيمن. ونتابع بقلق وحزن قضية أهلنا في الجانب الأيمن، وبالتالي أيضا لا ننسى النازحين، الله إن شاء الله يخلصهم من الوضع اللي هم عايشين به. ونتمنى أيضا من الجهات المعنية متابعة الموضوع، أجى الصيف وأجى الأمراض، ونتمنى أنه بأقرب فرصة ممكنة يرجعون إلى المناطق التي تم تحريرها. قصة خالد ياسين، هذا الرجل اللي عرضنا قضيته الأسبوع الفات الماضي في برنامج أهل المدينة من خلال مقطع فيديو، قلنا أن هذا الرجل إذا واحد يعرف عنه شيء، وفعلا الحمد لله بوقت تمت استجابة وأهله شافوه واتصلوا بينا، قالوا إحنا ما كنا نعرف عنه، صارنا سنتين أو أكثر من سنتين ما نعرف عنه أي شيء، كان مستشفى الرشاد ببغداد للأمراض العقلية. الحمد لله والشكر صار اللقاء. كادر أهل المدينة أو مراسلنا سلام كان متواجد أثناء اللقاء خالد بوالدته وأخوه، وراح هناك وصار اللقاء، وراح نشوف من خلال التقرير كيف كان اللقاء، وراح نشوف أيضا الشخص اللي كان متكلف بخالد وبرعاية خالد. مرحبا أعزائي المشاهدين قناة الشرقية، برنامج أهل المدينة، قصة هذا الرجل اللي عرضناه من كركوك اللي ناشد ويدور على أهله وين، والحمد لله وشكر بجهود الشرقية وبجهود أهل المدينة عثرنا على أهله وطلعوا أهله من الموصل. هذا الرجل اللي موجود في منطقة عرفة، أهله وصلوا بهاي السيارة حاليا 11 ساعة طريق من الموصل إلى كركوك، بعد معاناة وصلوا إلى كركوك. السلام عليكم، شلون صحة؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم.
شلون صحتك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. طريق طويل. وقفت مع الساعة 13 ساعة من موصل لينا. الله يساعدكم. يسعد الجميع. يعني 12 ساعة. 13 ساعة تقريبا. من الساعة 6 اللي وصلنا. تعال اليوم انزلي الحمد لله على السلامة. مرة اليوم. على كيفك. الله يساعدكم. الله يساعدكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ابوي الله يحفظك ان شاء الله. أول شيء شلون الموصل؟ الحمد لله. مليح الحمد لله زين الحمد لله. رجعت عندكم شويه كهرباء الماي شيء؟ والله بعد الكهرباء بعد ايه بعد والماي همين بعد ما وصلنا جماعه وصلنا جماعه ما وصلنا. احنا مسافه كلش قريبه على ابنك. ايه كم سنه ما شفتيه؟ والله هاي صار لي 3 سنين ما شفتوه. يا سنتين فقط هاي صار سنتين. متلهفه عليه. اي والله اي والله ما صدقت بالله تجي علي والله. مشتاقه؟ اي والله اشتاق شباب اشتاقت له والده الولد شو ما تشتاق ابويا. شو اسمه هو؟ خالص صلاح ياسين عبد المجيد. شلون عرفتي هو كركوك؟ والله على شرقية. على شرقية؟ اي والله على شرقية. يعني مش شفتي برنامج اهل المدينة عرفتي؟ اي والله جماعة خبروني صديقتي قالت لي والله دبشرك شفت خالد. قلت له اشون؟ قالت والله شفتونه. يعني ما صدقتوها. انا ابكي وهي تبكي والله بالموبايل. والله. اكو نيشان بجسمه فد شيء؟ اي اسمه خالد يعني. بلي. مكتوب على ايده خالد. خالد اي نعم. هسه انت من راح تشوفينه قبل تعرفيه؟ ومن هنا خشمه. خشمه؟ كان مرة بتباكة خطين طخ. وضعه كل صعب يعني هو ما يحكي ليش ما يحكي والله ويحكي بالعكس لا والله يعني ليش احنا شفناه يعني شنو مصدوم عنده صدمه جي الصدمه بس بالعكس وين هسه له سنتين ونص تدورين عليه وين والله وكان بالمستشفى الرشاد بغداد ايه بغداد وفقد وغادي شلون طلع من بغداد هو هذا اللي عجبنا عشان طلع معنا يعني مستشفى انا كنت وحديها يعني قد ماكو سجن يعني اجراءات امنيه مشدده كل والله حتى بالباب كان يفتشونه لي والاخو كل ما نروح اللي يفتشني والاخو يفتشون حتى موبايل ماكو سكين ماكو يكون بيدنا حتى يفتشون بالشنط وفوت هو ما متزوج مو؟ لا لا ما متزوج كم مواليد؟ 79 ايه 79 هسه احنا امتار طبعا هو حاليا موجود بالقريب على مركز شرطة عرفة وأيضا الشرطة ما مقصرين وياه وأكو شخص هو اللي كان طول هذه الفترة موجود كركوك كان مداري بارك الله عليه هسه نتوكل نروح عليه إن شاء الله يلا وصلنا إلى نقطة تسليم خالد إلى أهله بعد معاناة سنتين ونص أهله ما يعرفون وين ومن عرضنا قناة شرقية برنامج أهل المدينة والحمد لله وشكر وصلنا إلى أهله وأيضا نشكر شكر خاص إلى مركز شرطة عرفة اللي كانوا محافظين عليه المركز هي مثل ما تعرفون هو يبعد مسافة عن هذا المكان وهذا الرجل هم اللي كانوا محافظين عليه وأكو أيضا شخص هذا الشخص هو اللي كان مهتم برعايته يوم متلهفه الله يعان بارك الله فيك اي والله يعان يعني. يانا قاعد يعني اقفلي اقفلي جا خلي اشوفه يعرفك اقف هنا خلي اشوفه يعرفك خالد منو هذا خالد وهذه ام خالد من هنا ابويا من أنا خالد أنا مني يعني وليد جاه وليد أخوك وليد أنا أمك أنا وليد أبويا خالد هذا أخو خالد خالد أبويا يعني خالد خلي شوف هنايا تعال محمد عيني محمد هذه اسمه موجود هنايا خالد هذا الوشم اللي أمه دقتها حتى تبقى محافظة عليها أخاف يتيه ليش تبكين؟ ليش تبكين؟ عمدي على سلامته ما زين شفنانا لا هذا من لاك التاريخ هذه صورة أيضا هي خالد ياسين فقد من مستشفى الرشاد العام الشماعية في بغداد تاريخ 24/3/2015 يعني من ذاك الوقت تدورين عليه حتى بغداد نشرنا حتى بغداد نشرنا هاي الصوره على سيطرات ما موجود والله طيب خالد شلونك نعرفه خالد يحكي ايه يحكي والله يحكي بس مصدوم
خلاص ثاني متوسط عسكريه بالسنه ونص. شفتيه وين كان قاعد؟ بهذا المكان قاعد. انا شفتوه بالكشك لا عسكريه انا. شفتيه بالشرقيه؟ اي والله بالشرقيه انا على الشرقيه جيت والله. راح يبقى هنايا لو؟ لا داخذوا الشب بارك الله فيك. ترجعين لبغداد يعني للرشاد مستشفى الامراض النفسيه لو تاخذين الموصل؟ والله للبيت اذا الموصل. ما يأذي وما يمشي. لا لا ما شاء الله عليه هادم مؤدب ونظيف. الحمد لله لا ما شاء الله بارك الله فيكم الله يحفظكم ان شاء الله واشكر قناه الشرقيه الله يحفظكم بارك بيكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. وايضا هي رساله حتى نعرف للناس هذا اليوم هو يوم الانسانيه، اليوم لازم نوقف وقفه جديه، لازم نوقف مع هذا الرجل وهذا الاخ هو خالد، نوقف وياه وقفه انسان. ما نوقف وياه وقفة بين هو من أي قومية أو من أي مذهب. اليوم هذا الرجل اللي هو كان متبني وضعه. السلام عليكم. شلونك عيني؟ عيني الله يخليك. السلام الله بالخير. بارك الله فيك. هذا الرجل هو اللي كان مداري ومكان محافظ عليه. الله يخليك. الله يبارك فيك. وشكرا لك وشكرا لكل واحد وقف وياه وشكرا. يعني هذه شخص الشخص تقريبا قبل أسبوعين شفته من البيت. ف طبعا بدايه السلام عليكم. عليكم السلام. ام كانت تنباش اي جنلال سلام الاخن. هذا شخص هذا ترحيب بكل اللغات بكل اللغات. احنا كركوك نمثل عراق مصغر. هذا هو عراق مصغر كل اطيافه. هذا شخص تقريبا قبل اسبوعين الساعه 12 بالليل الدنيا بارده لقيت يم الباب متقربت عليه شفت انسان مصدوم إنسان مريض إنسان مشرد وردت أن أساعده. وكل الأطياف الموجودة بكركوك كل قومياته كانت متفاعل مع قضية هذا الشخص. جماعة من نشرنا كان شخص كاتب هذا من السيدية فادخلوا لهم بالخاص يا أخي هذا من السيدية يقولوا لا والله هو. وتصوروا قبل فترة جوي جماعة من الزاب سبحان الله شبيهة بالضبط مخطوف قبل سنتين أهل الزاب بالضبط شبيهة صورة كامل موجودة يمي. طبعا خالد مسوي له أرشيف شون كان شي يسوي راح تبقى صورة يمي. هذا هسه المشكلة وين هسه لو أشوف سيارتي متروسة ملابس تسوي بيها. هذا أهل كركوك جايبينه المسيحي جايبه الكردي جايبه التركماني جايبه العربي جايبه. هسه شوفك السياره ملابس جديده كلها ذاك يقول هيك تلبسها. صور والله صديق مسيحي هو خارج القطر شاف حالته دز لي فلوس قال اريد من عندك ان تعالجه يعني كاملا تعالجه. هذا هو احنا العراقيين هذا اهل كركوك هذا طيبتنا هذا اصلنا ان شاء الله تعالجوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يرجع بصحته وعافيته ان شاء الله. واحنا نبقى نتواصلين وياكم ان شاء الله وايضا هم راح نتصل بيك ان شاء الله من خلال قناه شرقيه برنامج المدينه حتى نطمئن على وصولكم الى الموصل ان شاء الله همينا ان شاء الله بارك الله فيك والله. بس نشوف السياره نشوف الملابس مالته. انتم توكلوا بعاد يم ويا الاخنايه عنده طاقات ابدل به بين فتره وفتره هذه ملابسه. ايه هو بالبدايه يعني كنا نلبسه حفاضات وبس. شوف القمصان يعني ما جاب قميص عتيق ما جاب قميص مشقوق مذبوب. شوف القمصان كلها جديده. طبعا هذه راح تكون هي نهايه محطتنا اليوم مع عائله ام خالد واخ خالد. راح يتوكلون ان شاء الله بضيافه الاخ وان شاء الله باكر الصبح من الصبح يطلعون للموصل بالسلامه. الله معاكم توكلوا على الله. بالسلامة عيني. مع السلامة. الله معك. مع السلامة عيني. خالد مع السلامة. بس انت كمل الاجراءات القانونية بالمركز. بالسلامة عيني. يعني الموضوع صار اكبر من موضوع ان واحد مفقود وشخص لقاه او اهله اجوا وعثروا عليه. الموضوع صار اكبر من هذا الموضوع خاصة ما يصير في كركوك. يعني هالكركوك اللي اكو ناس مسوية عليها مشاكل خلي يشوفون انه الشعب العايشين بيها شلون هم عايشين بتآخي وبمحبة وبيروح وحدة. اللي يعني فاتت الحلقات السابقة احنا مراسلنا وصلت لمناشدة انه هناك شخص يسكن في كشك مهجور
وما يتكلم وما يعرفون عنه أي شيء. مراسلنا صور القضية، هناك شخص تبرع أنه يتكفله ويبقى يمه الفترة اللي لحد ما أهله يلقونه، اللي إحنا شفناه الشخص اللي طلع في التقرير، أكل وشرب وأكو، ويمكن كتب عنه أو نشر صوره حتى عسى ولعل أن يلقى أهله يساهم في أنه يعثر على أهله، إلى أن يعني وصل الموضوع حتى إلى مراسلنا. إحنا عرضنا القضية حالة حال حالات كثيرة تصل إلى أهل المدينة، وبنفس اليوم رسائل الفيسبوك إلى الحد الساعة 3-4 الفجر إحنا توصلنا رسائل أنه أهله أو نعرف أهله في الموصل، لكن نتيجة الحصار كان يعني موجود في الجانب الأيمن أو لا زال، أهله كانوا يدارون عليها وكان في مستشفى الأمراض العقلية وهرب منها ويبحثون عنها صارهم أكثر من سنتين. فالقصة كانت غريبة، تابعناها واتصلنا على الهواء بأهله بوالدته اللي صدمتنا وقالت أنه صار له أكثر من سنتين إحنا ندور عليه، إحنا توقعنا أيام يعني قليلة. وشوفوا هو من الموصل ودوا أهله إلى بغداد، وهو من بغداد هرب وصل إلى كركوك. ها أغلب الضايعين الناس تدورين كيف في نفس المكان في نفس المدينة يطلعوا في مدينة أخرى. هذا الموضوع يشجع أو يشجعنا أنه إحنا نقول لكم أي شخص عنده ضائع يا ريت يتم إرساله إلى أهل المدينة مع المعلومات الكاملة تفاصيل كاملة، لأنه جزء هو مو في المدينة اللي تدورون عليها أو اللي فقد بيها، قد تشوفونه في غير مدينة. مبروك لقاء خالد بأهله، وأكثر شيء الوالدة، والدته يعني أكيد صار لها أكثر من سنتين هي لا تنام الليل، يعني ما تعرف ابنها وين، وخاصة أنه هو مريض نفسيا. نتمنى إلى الشفاء العاجل، وراح نبقى إن شاء الله متابعين قصة خالد أو أخبار خالد وأي قصة مشابهة لخالد يا ريت يتم إرسالها إلى أهل المدينة حتى نتعاون سوية من أجل إرجاع أي شخص مفقود أو ضائع. نروح إلى البصرة. طبعاً انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار استياء واستغراب الناشطين حول هذا المقطع في مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة. قاموا بمفتاح ثلاجة الموتى ضاع، فسووا حل، كسروا القفل بدل ما يجيبون بدل ضاع، يعني أكيد لازم يكون أكو مفتاح بديل، مفتاح طريقة أخرى، فهم جابوا وكسروا بطريقة أنه استاء المواطنين والناشطين، يعني سووا ضجة بهذا الموضوع. خلينا نشوف المقطع الفيديو. طبعاً اللي يشوف المقطع ما يقول أنه في مستشفى وأمام مستشفى وأمام ثلاجة الموتى اللي إلها حرمة خاصة، يعني واحد يشوف عباله بل صناعية، بس الناس اضطرت، وهي الناس يمكن الظاهر اضطرت أن تكسر القفل لأنه انتظرت لساعات طويلة دون فائدة. عيب، يعني والله عيب اللي جاي يصير. ومن حكوا مع المسؤولين يقولون والله إحنا كنا خالني عد عامل بنغلاديشي المفتاح وضيع، عشان نسوي له شلون؟ شو نسوي له؟ شنو المفتاح اصلا عند هذا العامل؟ ليش ماكو نسخ المفروض عند اكثر من شخص، عند الاستعلامات، عند الاداره، عند المدير، عند الاطباء؟ اسوي 20 نسخه، هذا مو موضوع هين حتى واحد يمرره مرور الكرام. مستشفى ثلاجه الموتى والناس تنتظر، يعني هذا مو موضوع هين. كان المفروض، طبعا هو المقطع كان المفروض امس احنا نعرضه، لكن لضيق الوقت تاجل الى اليوم. كنا نتمنى، قلنا عسى خيرا أن يكون هناك رد من قبل وزارة الصحة، من قبل إدارة المستشفى، من قبل لجنة الصحة في مجلس المحافظة، لكن لأن الموضوع طبيعي عندكم أنه تشوفون هذا المنظر ومستشفى ويسمعون نص الليل المرضى النايمين بالمستشفى، هذه الأصوات المرعبة، حتى الموتى لهم حرمة خاصة بهم، بهدوء أنت لازم توديهم وتستقبلهم وتودعهم. إحنا ما عندنا هذه الأمور كلها، عندنا كلها عادي، كلها تصير وعادي الموضوع ويمر المرور الكرام. نتمنى أن يكون هناك، يعني هذا درس يتعلمون من عنده، أن يكون هناك نسخ من أي مفتاح سواء في أي دائرة، باشا عقبة هم دائرة حكومية هم واحد يروحون الصبح الموظفين والله يقول لك المفتاح ضاع، لا، المفروض مثل هكذا أماكن حساسة دوائر المفروض يكون هناك أكثر من مفتاح، أكثر من نسخة بديلة، ويا من واحد يحكي. نتمنى أن يكون هناك رد من قبل الجهات المعنية، وأن يعمم فد كتاب معين أنه سووا أكثر من نسخة لمثل هكذا أمور للطوارئ والتفادي مثل هكذا حالات مخجلة ومخزية بنفس الوقت. نعم.
برنامج. أيضا نبقى في البصرة، أهالي منطقة الياسين، ياسين خربيط في البصرة، خربيط عفوا، دي يشكون دي يعانون انه دي يقول وصلنا ما ماي الاساله خابط، كلها ماي طيانه وغير صالح للشرب وغير صالح ايضا للاستركع، حتى للتنظيف الجراجات والطارمه غير صالح، هو دي يجيب وساخه، فكل هذه التلوثات راح تاثر عليهم وعلى راح تسبب لهم امراض جلديه وعلى صحتهم. فدي يقولون دي ناشون، هل من الممكن ان احنا كمواطنين نستحق هذا المي، احنا اهل المي نستحق هذا المي يوصل لنا؟ خلينا نشوف هذا المقطع الفيديو. هذا ما ياسين ضيم مش الله يرضى محمد، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يمكن احنا كاتبين ماء خابط كلش منطين كلمة راقية لهذا الماء، هذا مجاري. احنا حكينا قبل فتره نتيجه قدم انابيب المياه وانابيب المجاري واللي هي حاطينها سوا، من ينكسر اي كسر يكون في اي جهه يصير يعني يخبط، فمياه المجاري هي اللي واصل الناس. وللعلم ناس اكو ناس تشرب من عنده مضطره، واكو ناس تغسل وتطبخ وزين زين، وبعدين يعني ويا من واحد يحكي. على العموم ان البصره حاليا تعيش أسوأ ايامها، يعني حتى الناس تقول مر علينا كم حكم كم مجلس محافظه، حاليا البصره تعيش في أسوأ حكم لها، ما ملتيين بشكل مو طبيعي، يعني نريد شيء معين زين بالبصره ماكو. يعني يمكن بعض المحافظات نشوف اكو 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 جهه من الجهات شويه بيها تطور نحس، لكن بالبصره اكو شغله مو طبيعي وكلمه خارج عن اراده الدوله. الماء بيها مو زين، الجو بيها مو زين، الناس تعبانه، الوضع تعبان. نتمنى ان يكون هناك متابعه لهذا الموضوع لاهميته، ما يصير يوصل للناس ماء مجاري، هذه هي مياه الاساله الجايه توصل لهم هي مياه مجاري للاسف. بس فقط هناك تعليق وصل لنا بخصوص موضوع الشاب خالد اللي فقد، يقولون شلون باقي يعني بالكرفان على قولة المهجور، هو كشك مهجور، هو ما كان باقي هنا، هو احنا مراسلنا لقاه هنا، وصلتنا المناشده انه هو هنا، احد الاشخاص تبرع واخذها عنده بالبيت، لكن اللقاء صار بالكشك حتى نقول للاهل انه ترى هنا احنا لقيناه، مجرد انه اللقاء صار يم الكشك حتى نصور نوثق المكان اللي كان به خالد، هذا لا اكثر ولا اقل، هو ما بقى بالكشك ابدا، هو اخذه هذا الشخص اللي طلع وبقى يمه بالمنزل طول تلك الفتره. طيب نروح إلى موضوع زهرة النيل، هذا الموضوع اللي دائما نحكي به ونقول زهرة النيل بدت أو رجعت تنتشر من جديد على ضفاف نهر دجلة بغداد، فدا يقولون إنه يا ريت إنه تتعالج بسرعة، لأن أكيد إذا ما راح تتعالج راح تتقاوم أكثر وأكثر، راح تعيق مجرى النهر وراح يظلون يناشدون مثل كل مرة وماكو أحد يستجيب إلى هذه المشكلة أو هذه الكارثة أو هذه الآفة اللي هي زهرة النيل. فنتمنى إنه من المعنيين والمسؤولين انه يبدون معالجتها معتها في بدايه حتى لا تتازم الامور اكثر. تعرفون احنا زهره النيل يعني بالموسم السابق او ما صار يعني والله اشهر ولو هي كانما سنه، يعني المفروض انه سنه لكن هي والله نحس كانما امس احنا عرضناها. الموضوع ينتشر على ضفاف الشاطئ، احنا عرضناها في وقتها بالناصريه بسامره، هم مره من المرات انتشرت بشكل كبير ومخيف. بالناصريه كانت هناك حمله من قبل الشباب لانه ازدادت وصارت كبيره، لكن الناس هسه وثقوها منذ البدايه، حلوا المشكله للجهات المعنيه من بدايتها، نحل القضيه بسهوله، هم فلوس اقل، هم جهد اقل، توها بدات تتكاثر، فحتى لا تتزايد. وتعرفون هي تسد مجرى المياه وهي حيل مؤذيه وتؤذي بقيه النباتات والحيوانات المائيه، فيا ريت يتم انتشالها أو معالجة الموضوع منذ البداية. نتمنى أن يكون هناك أذن صاغية من الجهات المعنية في بغداد لحل هذا الموضوع. احنا نشكر من رصد هذه القضية، هذا دليل اهتمام ودليل وعي أيضا. نتمنى أن يكون هناك اهتمام بالموضوع، نبقى متابعين هذه القضية لأنه العام سوت هذه القضية كوارث ومشاكل كثيرة، واضطروا الناس يسوون حملات من أجل إزالتها.
طيب هناك رسالة وصلت لنا احنا مناشدة حقيقة على الفيسبوك لأهميتها احنا نقراها قبل ما نروح إلى بقية مواضيعنا. قايلين انه نحن موظفين من وزارة الإعمار والإسكان البلديات العامة، مديرية البلديات العامة، نعاني من كثرة عمل هذه المديرية حيث يتضمن بريدها كافة الدوائر البلدية في محافظات العراق، يعني يحكون بالمديرية العامة او المكان العام. ورغم انجاز الأعمال الموكلة إلينا لا توجد مكافآت ولا حتى كتب شكر وتقدير، حيث مقتصرة بس على فئة معينة، وهذا احنا في البلد طبعا لازم بس ننطي لفئة معينة اللي يمكن حتى ما يشتغلون. تفاجئنا بعدم منحنا العلاوات السنوية والترفيعات التي هي من ضمن استحقاقات الموظف بحجة عدم توفر الاعتماد المالي، وهذه الحالة لم تحصل في التاريخ الوظيفي في العراق بأن يحرم الموظف من حق مكتسب. ونرجو عرض هذه المشكلة وإيصال أصواتنا إلى الجهات المعنية. يا رب يوصل صوتكم، بس انتم تقولون هذه الحالة ما صايرة لا تصير. احنا عايشين بالعراق للأسف، احنا الناس ما ينطون رواتبهم بعد ينطون استحقاقات وعلاوات، لكن رغم هذا طالما هو حق المفروض يتم اعطاء الموظف، يعني اعطوا الأجيرة أجره قبل أن يجف عرقه. احنا للأسف اعطوهم حفزوهم الناس، احنا ما نصدق انه نريد نخلي الموظف يبقى في وظيفته. اعطوهم كتاب شكر وانطوهم علاواتهم وانطوهم استحقاقاتهم المالية، لكن واحد ويا من يحشي والله ملتهين، هاي الحيتان الكبيرة ملتهين يعني شايفين ما شبعانين ويمكن عمرهم ما يشبعون. نتمنى أنه هذه المناشدة تصل إلى الجهات المعنية ويتم حل الموضوع بأسرع وقت ممكن. طيب. نروح إلى ذي قار، طبعا حفل تخرج في ذي قار في كلية المزايا الأهلية، هذا النوع من الاحتفال تخرج احنا نعرف أنه صارت حفلات تخرج كثيرة في كلياتنا العراقية، لكن كان هناك موقف أو مشهد رائع ومؤثر صار ذاك اليوم، أنه الطلبة سوى مفاجأة لإحدى الطالبات النازحات من الموصل، جابوا والدتها بدون ما هي تعرف وبدون ما علمها، وما شافتها صار لها عامين بعد فرق عامين. تفاجأت الوالد هذه الطالبة وجود والدتها بهذا اليوم المميز لها. خليكم ويانا خلينا نشوف هذا المقطع. الموضوع مفرح ومحزن نفس الوقت، انه واحد امه ما يقدر يشوفها شغلة صعبه. شكرا للطلبه اللي فعلا فكروا بشغله رائعه، فرحوا طالبه بوالدتها وفرحوا الوالده ايضا دون علم طبعا الطالبه. تحياتنا لهم، ومثل هكذا مواقف فعلا تفرحنا وتحسسنا انه احنا يعني اليوم اكثر من حاله طلعناها انه احنا شعب واحد، لكن للاسف السياسه هي من تحاول ان تفرقنا. إن شاء الله ما تقدر، إن شاء الله نبقى هالشكل قلب على قلب نفكر بالمقابل. حلو إنه واحد ما يفكر بس بنفسه، فكر إنه شون يفرح أخوه وصديقه وزميله. نعم رشا، في عيون المدينة طبعا موضوع أكثر من مرة طرحناه، وهو موضوع الكتابة على الجدران إن كانت على الجسور أو على المدارس أو في الدوائر الحكومية أو ما شابه، تخريب من نوع آخر. يعني ده احنا من نطلب ونقول وناشد من خلال برنامج اهل المدينه لا تكتبون هذا التخريب، هذا يصير منظر البنايه او منظر الممتلكات العامه، هاي ممتلكات عامه غير جيد. في العماره جسر السراي اكثر من مره تم طلاء هذا الجسر ويرجعون يكتبون ما اعرف كانها شغله عناد ام كانها شغله انه ما يفيد بهم الكلام، بالفعل انه الكلام ما يفيد بهم، انهم صار بهم مرض انه
ما يقدرون يشوفون مكان نظيف تعلموا على مع احتراماتي مو الكل الاغلبيه تعلموا على انه مكان لازم يكون وسخ حتى لو اثثوا المكان او صبغوا المكان سووا مكان نظيف يجون اللي النفوس الضعيفه نقدر نقول النفوس الضعيفه يخربون هذا المكان يسوون تخريب من نوع اخر تخريب مو الا يكون تخريب ان كان بالحروب من اي نوع اخر لكن هذا ايضا نوع من التخريب ونوع من الارهاب فنتمنى شويه ونطلب من المواطن ارتقوا شويه هذا بلدكم يعني هاي ثالث مرة خطايا يصبغونه الشباب يرجع سوس الوحش يشخبط على الحائط ويشخبط على الجدران روح يا شيخ الله لا يرحمك ليش؟ ليش؟ مو يصبغونه إلك ومصيبة أبيض ويتعبون الشباب وطلعناهم وشكرناهم ويرجع سوس الوحش شو موضوعك؟ حطوا كاميرات لازم نشوف سوس الوحش يعني فعلا يعني واحد فرحان إنه وحش مو أنت وحش نتمنى أن يكون هناك مراقبة من قبل الناس أن يكون توعية مدارس مجتمع مساجد حسينيات كل الأماكن المفروض تسوي توعية بلدنا هذا حرامات إحنا يمكن نضحك حتى من الألم اللي بينا حطوا كاميرات مراقبة يمكن هو هذا الحل الوحيد واللي يقوم بمثل هكذا فعل يسجن حتى ما حد يعيدها مرة أخرى نتمنى أنه ما نشوف مثل هذه الظاهرة ونتمنى من الشباب ولو تعبناهم يعيدون يصبغونه ونتمنى ان يكون هناك فعلا كاميرات مراقبه حتى نقضي على هذه الحاله يبدو انه احنا الا بالعين الحمراء اكو مو كل الناس وانما اكو ناس ما تمشي الا بالمراقبه هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام في امان الله الى اللقاء